هذه آخر لحظات من السنة الصينية وبداية السنة الجديدة سنة الفاء. هذه الصورة على الأخ الدكتور أمين السنباني ولي عهد الشراكة. بس يا ولد مسوي إيه؟ مسوي ده فوركم. هذه آخر لحظات من هذه السنة. هذه فرحة الصينيين وتعبيرهم بهذه المركعات النارية. هذه المناظر الجميلة الخلابة. هذه هي الصين وهذه أفراحهم وهذه مناسباتهم وسعادتهم في هذه اللحظة. السنة الجديدة سنة الفار بعد أن وجع الصينيون سنة الفار.